قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. اخوتي بكل بساطة في هذا الفيديو ما راح نخلي والو لصحافة العار يا خوتي اللي راهي ساكتة وتقوم بنقل إلى الأخبار السلبية حول المنتخب الوطني الجزائري، وكما قلت لكم في الفيديو السابق لما شافوش حول القرار الأخير للفيفا لما شافوش يروح يشوفوا راهو فلاشان بأنهم سيتناقلونه سريعا وينشرونه سريعا لأنه فيه تطيح للمورال للشعب الجزائري بكل بساطة. يوم قلناهاش مدونا أوهام زائفة يا صحافة العار، ولكن دافعوا عن القضية الوطنية، أهضروا ما تسكتوش. انتم علاه راكم ساكتين؟ ما فهمتش، العالم كامل تكلم إلا انتم راكم ساكتين. بكل بساطة خوتي باينة لأنهم حاقدين على بالماضي وحاقدين على منتخب بالماضي. كان اللي يغلط معاه في الهضرة يعطيه، وراهو بالماضي عرفنا باللي راهو قاعد معانا، يعني خبر مفرح جانا اليوم خاوتي، بالماضي راهو قاعد مع الجزائريين، يعني هذا هو الخبر اللي كنا نستناوه. قبل مشاهدة الفيديو خاوتي كالعادة وصلوا 4000 5000 لايك، زكارة في الإعلام يا خاوتي، الإعلام الجزائري الساكت والإعلام تاع العار اللي راهو مخلي الشعب الجزائري وحده. المهم يا خوتي في هذا الفيديو راح نشوفوا كيف محلل تونسي، يعني محلل تونسي رغم انه عندنا بعض المشاكل مع تونس خوتي في مجال كرة القدم، ولكن هذا المحلل التونسي قال ما يعجز عنه الاعلام الجزائري وبعض الجزائريين من الجالية الكاميرونية، هذوك الجزائريين اللي يتحداك ضد الوطن تاعو. المهم انه هو كما نقولوا يكون رايه صحيح، صدقوني ما يهمه اعادة المباراة ولا لا، المهم انه هو كي قال لك الماتش ما يتعاودش معناتها ما يتعاودش، هذه هي يا خاوتي. راح نشوفوا كيف الفيديو ونعلقوا عليه كيف لانه يستحق فعلا انه ننشروه خاوتي في القناه. نبداو الفيديو خاوتي. عم نحكي على الجزائر لانه الجزائر هذه فضيحه من فضايح انفنتينو، الجزائر لانه الجزائر هذه فضيحه من فضايح انفنتينو والفار نتاعو والواحد، الجزائر تسرقت، الجزائر مشيت ضحيه مؤامره، الجزائر ربما نتيجة حسابات سياسية كي تغزر للخارطة العالمية. يا إخوتي الكرام جيبولي إعلامي جزائري في قناة جزائرية وطنية تكلم بهذه الطريقة ودافع للمنتخب بهذه الطريقة، والله ما كاين يا إخوتي الكرام، راهم خليين الشعب الجزائري يحارب وحده بكل بساطة، ما كانش ليوصل كلام الجزائريين للعالم. اسمعوا مليح يا خوتي وش يقول. ايش قاعد يصير في العالم؟ اذا كان روسيا نجمنا نحيناها بالتصويت، الجزائر نحيوها باربيتر معناها بودورو، الجزائر يتنحالها بونتو ما فيها حتى شيء بشهاده العالم الكل، الجزائر يتحسب لها بونتو فيه كوفرون بشهاده العالم الكل، معناها انك تدز ديفونسور يدز طيحوا على الجول والجول تفلت له الكره وتمركي بها بونتو، الجزائر يتنحاول على الاقل على الاقل دو بينالتي باش ما نقولوش ثلاثه واضحين وما يستحقوش يفار، هذه مؤامره ضد الجزائر، ولكن نقول للناس اللي قادت المؤامره هذه ان هذه المؤامره لن تثني ظهر الجزائر، لانه الجزائر راي فيها الرجال وستبقى الجزائر شامخه. اسمعوا مليح يا خوتي ما قاله هذا المحلل التونسي، والله كلام عجبني بزاف. قول انه حتى البعض حتى من تونس هذا موقع التواصل الاجتماعي والناس اللي سو ديزون قالوا تواسا يتشمتوا، لا لا فليعلم تزيريه وخيانه مش تواسا اللي يتشمتوا، وراهو حتى اللي يعملوا هكا ناس ماجورين لغايات عندها حسابات ابعد من احساس الحقيقي والعميق للشعب التونسي بتعاطفه مع الجزائر. الشعب التونسي الاصيل اللي نتكلموا عليه وليس اعلام العار تاعهم يا خاوتي، كاين بعض القنوات التلفزيونيه اللي كانت عقاب المنتخب في وقت سابق. تعاطفوا مع بالماضي اللي صفقت عليه الصحفيين بعد النوضه الصحفيه رغم انه خسر الماتش، انا اقول برافو للجزائر، انتم رجال امكانيه الاعاده سالتني عليها هذه في حاله واحده اذا كان ثبت على 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 الحكم ما ثبت على لمتي سابقا باش تعاودت ماتش جنوب افريقيا والسنغال، اذا كان ثبتت عليه حاجه كيما هكا ثم صحفي جزيري ديجا خرج وقال جي دوكيومون من فرنسا وفيديوهات وكذا، الله اعلم، مي بون جو دوت فور، ولكن
رغم ذلك الجزائر سيفري خرجت من المونديال، مي علم الجزائر راهو الفوق وراس الجزائر راهو الفوق. سمعتوا مليح يا اخوتي الكرام، قال لهم علم الجزائر راهو الفوق ويعني وراس الجزائري راهو الفوق. شكرا لك يا ايها المحلل التونسي اللي قلت انت اقسم بالله يساوي يعني اضعاف مضاعفة من ما قام به الاعلام الجزائري. هذا الاعلام اللي خلى يا اخوتي الكرام واحد الصحفي المصري قال لهم ان الامر حسم لصالح الكاميرون بسبب تواطؤ من قبل الاعلام الجزائري. نعم يا خوتي صدقوني الفيفا لو كانت تحب تدير تحقيقات وتحب كما نقولوا تستدل الى كاش كلام ولا جي الى الاعلام الجزائري راح تمد الحق للكاميرون، لانه بكل بساطه عباره الاعلام تاعنا عباره عن جاليه كاميرونيه، جاليه معارضه لكل ما هو جزائري. اعلامي من دوله اخرى تماما يا خوتي يخرج في تصريحات ويقول باللي كاين امور خفيه حول انه هذاك الحكم قصامه كان منحاز لصالح الكاميرون، قال بان الجزائر ظلمت تحكيميا، قال بان الجزائر تستحق ان تكون في المونديال، قال بلي الجزائر ظلمت في ركلات الترجيح. يجيك الاعلام تاعنا يا خوتي ويتكلم بكل بروده ان المباراه لن تعاد، يزيدوا يعني يستفزوا في الشعب الجزائري اللي راهو الان على اعصابه، رانا الان نعيشوا على اعصابنا. الواحد راه ولا ما يرقدش بسبب انه يستنى في كاش قرار من عند الفيفا. وكما قلت لكم في اول الفيديو راح يستغلوا ما قامت به الفيفا من معاقبة الجمهور الجزائري عن طريق لجنة الانضباط الخاصة بالفيفا من اجل الترويج ومن اجل اطاحة المورال للشعب الجزائري. هذه خدمتهم، يطيحون المورال وفقط، عمرهم لا ينشروا الايجابية. الحاجة الايجابية يا خوتي ما تلقوهاش في التلفزيون الجزائري، انساوها، تلقوا دائما الحاجة اللي تطيح لكم المورال. على كل حال احنا الجزائريين دائما نحافظوا على الامال تاعنا، ونشكروا ايضا هذا التونسي على الكلام تاعو وعلى دفاعه على القضية الجزائرية، وما زال فيها خير يا خوتي باذن الله. دائما نخليوا امال، بالك 50-50% ما على بالناش، في قادم الايام راح تبان، ما تصدقوا ولا كلام لا لجنة الانضباط ولا غيرها، لان اللجنة المختصة هي لجنة التحكيم، نقطة عد الى السطر. اذا خرجت لنا لجنة التحكيم وقالت لنا ما تأهلناش نقول لها ثماك خلاص خاوتي ما فيهاش. خليونا رايكم في التعليقات خاوتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي الاخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.